بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ تريك. ان شاء الله احنا عملنا امبارح طبعا نوع عجينه، وانا شفت شغلكم وتطبيقاتكم ما شاء الله عليكم، ربنا يا رب دايما يفتح عليكم ويكرمكم وتأدوا الوصفات بصوره رائعه زي ما بتعملوها احسن مني. النهارده عندنا ايه؟ يمكن انا بدوس زي ما اتفقنا في حاجات معينه عشان انا ليا هدف فيها او النظره فيها. انا قبل ما بعمل المنيو زي ما اتفقنا او بقول الصنف اللي هعمله حتى لو كان صنف بسيط جدا، ما بعملوش ارتجالي، ببقى عارف انا بعمل ايه وايه الهدف، وزي ما تقولوا كده يعني شبه قاريكوا، قاري حضراتكم وعارف افكاركوا ايه وبتحبوا ايه وبتحبوا تعملوا ايه. النهارده هنعمل الجلاش. الجلاش يا جماعه الخير اكم من مرات عشان اقول لكم ان انا هعجنه وافرده دلوقتي استحاله، هناخد الحلقه كلها. في النص ساعه هطلع لكم ورق جلاش بس مش هنبقى استفدنا حاجه، لكن طبعا موجود على اليوتيوب ازاي نفرد الجلاش وازاي نعمله في البيت. عجنته سهله جدا، دي ميه ملح، لو قلت نص كيلو دقيق نصهم ميه، معلقه زيت، رشه ملح. عجنا العجينه بتتقطع 13 كوره صغيره، ونبتدي نفردها زي رغيف العيش. ببتدي احط رقات نشا زي ما اتفقنا، النشا لا يبقى كتير ولا يبقى قليل، لو كتير هيقطع لي العجينه، قليل العجينه هتلزق. ونسيبها نغطيها، اهم حاجه نسيبها ترتاح نص ساعه وابتدي افرد، بس مش هوصل زي ما اتفقنا فرد النشابه، فرد النشابه يبقى انا هنا وصلت للبقلاوه، لكن انا هفرد بالمردانه لغايه ما اوصل لمرحله الجلاش. بعد ما فردنا الجلاش طبعا بيكون عندي الحشو، في عندي حشوات كتير قوي، زي لو النموره بنعمل لها القشطه الكدابه، او الكريمه اللي هي نص كيلو لبن، او كوبايتين لبن عليهم معلقتين كبار نشا، عليهم في حدود 50 جرام سكر او 4 معالق كبار سكر. ممكن ادي خوخ، ممكن ادي تفاح، ممكن ادي مانجا مع الجلاش، هوريكم ازاي دلوقتي. ممكن ان انا اعملها بالمكسرات، لو بصينا حبينا نجيب عين جمل، لوز، فستق، بندق للحشو اهلا وسهلا، بنجيبه يطحن كده. قبل ما اجيب اي مكسرات، لو قلنا اقل شيء هو السوداني هبتدي ان انا ادوقه، لو فيه ليه طعم زرنخه، الزيوت اللي فيه زرنخه، لان انا بنصحكم دايما تعينوا المكسرات في الفريزر عشان الزيوت اللي فيها ما طعمها ما يتغيرش. ادي السوداني بجيب اطحنه بالشكل ده، بجيب في حدود نص كيلو معلقه قرفه، ممكن ادي سكر، ممكن ادي جوز الهند اللي انا عايزه، وادي جوز الهند مثلا، او لو عايز ان انا اسيبه سوداني بس مع القرفه اهلا وسهلا. وبعدين شفنا المنظر كده عامل ازاي، وشفنا الدنيا فيها ايه. بيكون عندي السمنه، اي نوع سمنه في متناول ايد حضراتكم، انا بكون مسيحها بالشكل ده. السيرب بتاعنا زي اللي عملناه امبارح، هو السيرب زي ما اتفقنا، نص كيلو سكر عليه كوبايه ميه صغيره، الميه قليله يا شيف محمود، ما تخافوش، خلوا السكر يسيح عشان الميه تتبخر وتديني المنظر ده. بعد ما تغلي بديها ربع معلقه صغيره ملح، ليمون او ليمونتين، عندي عسل جلوكوز عشان يديني اللمعه اهلا وسهلا. الجلاش بيكون اتفرد عندي طبعا، وهنبتدي نشوف الدنيا فيها ايه مع بعض باذن الله. طبعا انتوا عارفين الجلاش لازم يتغطى بالشكل دوت، غير كده ينشف الجلاش، الكنافه غير كده تنشف. شوفوا كده الورق بتاعه عامل ازاي، وشوفوا الدنيا عامله ايه. خلاص الطابع كده بيتساوى، القطاعات بتاعته ممكن ان انا احمصها واعملها ايه ام علي. اللي مش عارف عجينه الجلاش عايزين نجيبه جاهز ماشي، بس مش هيعجبكم. الجلاش الجاهز دلوقتي بحس انه مقدت شويه او مركون او مكسر، مش هتعرفوا تشكلوه زي الجلاش الطازه بالشكل دوت. اتفقنا؟ شيف محمود ينفع اعمله حادي؟ بس بياخد كوبايه لبن وبيضه لو عملته باللحمه المفرومه او بالجبنه او بالزيتون. اتفقنا؟ يبقى الجلاش زي ما اتفقنا من الاصناف الرائعه في المعجنات، ومش هيكلفنا حاجه ابدا. وبعدين نجيب صينيه مثلا، لو حبينا نعمل، عندي اربع اشكال عايزين نشوفهم ونشوف الدنيا فيها ايه. يعني عندي كده مثلا، هنقرب كده لمخرجنا الرائع، دي كده المحنشه مثلا، عندي الشكل ده، كل ده احنا عايزين نشوفه ونشوف اتعمل ازاي وبالحشو بتاعنا ونقدر ان احنا، وادي كده دي تقطيعه البقلاوه بتاعتنا، وادي المنظر ده. صواني صغيره لو جبناها من بره هتكون مكلفه جدا، لكن احنا عايزين نعملها ونشوف. بصوا توريقه الجلاش عامله ازاي. الجلاش يا جماعه ما نوصلوش لمرحله البقلاوه، في فرق بين عجينه الجلاش وفي فرق بين عجينه البقلاوه. وبعدين
هنبدا نعمل الاشكال بتاعتنا ديت. خلي المحنشه اخر حاجه عشان بتاخد وقت، ونبدا نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا احنا مش عايزين يبقى عندنا فوايد في العجينه وتترمي. فاول حاجه بجيب الصينيه مثلا زي كده، ونبتدي نعمل كده وناخد ده المقياس بتاعنا كده اهو. طب القطعات دي يا شيف محمود هتترمي؟ لا مش هتترمي، بتتحط هي في الطبقه السفلى، الطبقه اللي تحت. بعد كده ببتدي اخد الجزء المظبوط اعمله فوق. يبقى انا بسوي كده بالصينيه بتاعتي اهو، ولازم اتاكد انها فكت خالص. والنهارده طبعا المفروض كنت عملت تورتايه عشان عيد ميلاد ابتهال مصوره بتاعتنا الرائعه، بنقول لها كل سنه وهي طيبه وعقبال 120 سنه ان شاء الله. الشكل ده كده بتاعنا قدرنا ان احنا اهو ولا يهمكم اللي بيطلع ده، كل ده هنستخدمه تاني اهو بالشكل ده كده. طب في ناس كيفه اكل جلاش بقى اهو، وطلع لي كده ايه الجزئيه بتاعتي المظبوطه اهي. وبعدين 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 هنبتدي نيجي هنا كده في الصينيه. مش هحط اي حاجه دلوقتي، ادي القطعات بتاعتها اهيت. وابتدي حتى في البقلاوه لما اجي اعمل كده انا مش عايز ارمي اي حاجه. مره تانية هنبقى نفرد البقلاوه ونشوفها مع بعض. وادي كده شايفين كده القطعات بتاعتها اهيت. وبعدين يا شفنا وبعدين بالشكل ده كده اهو، راسها تكون مظبوطه وصح اهو. ده بقى بيعلى الكلام ده لما بياخد، وبياخد مني كميه دهون عاليه، وبعد كده بتتصفى دهون اللي هو سمنه زبده. لا ما بنصحش بالزبده عشان بيبقى فيها طبعا ميه او لبن، وهيديني شكل حروقات للجلاش، هيخليه محروق من على الوش، وده انا مش عايزه. اهو كده احنا عملنا الارضيه بتاعتنا بالشكل ده. وبعدين 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 هنبتدي نحط بقى المكسرات بتاعتنا، بس مش هنحط كميه كبيره بالشكل ده كده، ما نكترش ما نفردش فيها قوي. وبعدين ايه ده من غير اي دهون كده شيف محمود؟ لا انا مش عايز احط دهون دلوقتي، هنخلي ده كده. بس يا ريت لو عندي فوطه نظيفه ابتدي اغطيه، لان في دقايق هيبتدي ينشف. وادي كده هو ده المنظر اللي انا عايز اشوفه من فوق. شفتوا بقى الدنيا عامله ايه؟ وشفتوا الجلاش الورقه بتاعته عامله ازاي؟ ها ايه الاخبار؟ ونجيب الجزئيه دي كده ونبدا مثلا نشوف هنقطعه ازاي، ونبدا نشوف هنقطعه ازاي. ممكن ان انا اعمل ايه؟ ممكن ان انا اعمل من هنا كده دايره صغيره اهي بالشكل ده. بالراحه كده. وبعدين هنبدا نعمل كده، في المقابل هنعمل كده مقابلها على طول عشان تبقى التقطيع عندي مظبوط. هنبدا ناخد كده يبقى حرف زائد اهو، عشان نقدر ندي مثلا الشكل اللي هو ده، اول شكل ده عندي اللي هو ده، شايفين عامل ازاي؟ خلاص واحده واحده كده هتعرفوا كل حاجه وتطلعوا الحاجه شكلها رائع باذن الله. بنعمل حرف زائد بالشكل ده، ونرجع تاني نعكس نعمل حرف زائد عشان نقرب المسافات. يا ست ام جوزيف اهلا بحضرتك. اهلا، ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ ازاي سعادتك انت يا ست ام جوزيف؟ الحمد لله تسلم ايديك زي الفل. الجلاش دوا، بس انا عايزك تقول لي الشربات بتحط له ايه يا شيخ محمود؟ انا دايما بتطلع معايا مش مظبوطه ابدا. ايه اللي ما بيطلعش مظبوط؟ يا تطلع معجنه معايا يا تطلع ناشفه معايا، مش عارفه اظبط الشربات خالص معايا. طب هقول لك يا ربنا قول لي بالظبط اعمل ايه فيها. حاضر، عشان الشربات يطلع عايزاه يبقى يعني بالشكل ده الانسيابي ده كده. اه اللي انا شايفاه ده، انت روعه اللي انت عامله النهارده ده جميل. حاضر طبعا، تسلم ايديك. عينيا. وبنسلم على القناه، وكل سنه وهي طيبه طبعا، المخرجه اللي معاك بعيد ميلادها، والمشاهدين كلهم طيبين. وانت طيبه يا ست ام جوزيف، ربنا يخليك مع الف سلامه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. هيبقى هنشرح السيرب دلوقتي، بس بعد ما نخلص التقطيع دي. يبقى انا هنا ما وصلتش للاخر. التقطيع بتاعتي ديت انا خدت دايره وابتديت ان انا اخد حرف زائد، تمام، وما وصلتش للاخر عشان هاجي في الاخر بقى ابتدي اعمل الشكل ده كده. هيظهر طبعا لما ادي الدهون.
اقفل السبعة بتاعتي كده واضحة؟ هي مش هتوضح قوي لما اديكوا احط الايه السمنه دلوقتي، لما ابتدي اسمنها هتلاقوا الدنيا ظهرت. شايفين انا بقفل هنا من فوق بسبعه ازاي؟ اهي. وبعدين يا شيفنا وبعدين السيرب طبعا الاصناف من الحاجه اللي عايزه تظبط معاكم ست ام جوزيف من الناس الشاطره قوي يعني، تحيه ليها واهل الصعيد جميعا. فانا بقول نص كيلو ميه عليهم في حدود كوبايه ميه، هو مش بالميه، الميه ما بتظبطوش، بيبدا السكر يسيح عندي، بعد كده بديله يا اما ربع معلقه صغيره ملح ليمون او عصير ليمونتين ومعلقتين عسل كلوكوت. هو هيوصل لمرحله يعني سيبه في حدود سبع دقائق كمان يغلي، بيوصل لمرحله يعمل لي فقاقيع بشيله. افرضه لقيناه تقيل نديله شويه ميه ونسخنه على النار تاني، لقيناه خفيف بزود السوى بتاعه على النار، وان شاء الله يطلع من ايديكم احسن من الشيف محمود واحسن من اي حد في الدنيا. كده احنا قطعنا، هنبدا نعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا في اللي جاي. ادي التسمين اهو، اهي. ايه ده يا شيف محمود؟ كل دي دهون، ماده دهنيه، كل ده سمنه؟ اه ما تخافوش. اه ده اللي هو الايه؟ ها شايفين بقى، شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ ها عرفتوا عملت ايه؟ ركزوا شويه عشان ما قومش تراك شايل وجايب صينيه غيرها. كده الشكل ظهر لما اديت الدهون، يبقى انا عملت دايره يا مدام سهام، وابتديت ان انا اعمل حرف زائد وحرف زائد تاني، ما وصلتش للاخر وقفلتها بسبعه، ادتني المنظر دوت. يا مدام سهام اهلا بحضرتك. مدام سهام اهلا بسعادتك. يا شيف محمود ازاي سعادتك ست الكل؟ كل سنه وحضرتك طيب وسعادتك بخير، تسلمي لنا. الجمال والابداعات اللي انت عمال تعملها دي الله يخليكي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا، تسلمي يا رب يخليك. بقول لك ايه يا شيف محمود، والنبي عايزه بتاع دي البسبوسه. حاضر، والاسبوع الجاي ان شاء الله نعملها، لكن انا هشرح لسعادتك دلوقتي البسبوسه ازاي. حاضر ماشي، ميرسي قوي يا شيف محمود، انا تحت امرك لسعادتك تأمري بيه. هنشرح البسبوسه دلوقتي بس واحنا برضو شغالين. شفنا المنظر طلع عامل ازاي، خدت حرف زائد ما وصلتش للاخر كده وكده من عند الدايره، رجعت خدت تاني ما بينهم حرف زائد، رجعت قفلت السبعه من فوق. المنظر ده طبعا لما يخش الفرن ويبتدي الجلاش يرفع زي الملفي هتلاقوا الدنيا مختلفه ان شاء الله. ندخل الكلام ده الفرن كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه، وزي ما اتفقنا ان احنا محتاجين ايه هنا كده في الارضيه عندي، محتاجين سلم عشان اقدر اوصل لفوق، يعني حتى لو الوقت البرنامج طويل كنت هسوي برضه، يعني عمري ما هشوف هي التسويه فيها ايه. وبعدين يا شيفنا البسبوسه اكتبي معايا نص كيلو سميد، وعايزين اربع حاجات، 50 جرام سمنه، 50 جرام عسل زي ده كده، 300 جرام سكر، تمام، 150 مللي لبن. قلب الكلام ده كله، انزل عليه بالسميد، اتماسك معايا، حطه في صينيه زي دي كده، اخبط الصينيه كده هتتساوى، خش الفرن هتقعد معايا نص ساعه مثلا، تاخد اللون الاحمر المظبوط، يكون عندي السيرب. السيرب بتاعي بيختلف عن السيرب ده، بيبقى خفيف ميه، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، غليوا اديتهم معلقه سمنه، مش محتاج لا ليمون ولا ملح ليمون، وباكو فانيليا. تطلع البسبوسه بس ايه عليه عقله صباع، خلصت القصه بتاعتنا. تسلم ايديكي وعينيكي. وبعدين 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 يا شيف محمود هنبتدي ناخد تاني ايه الشكل التاني. يبقى احنا شفنا الشكل الاولاني كده وبيستوي معايا، ونشوف الدنيا. هنبتدي ناخد برضو القطاعات دي كده معايا واحده واحده، اهي شايفين ولا طب شيف محمود لما اجي ارفع القطعه من البقلاوه ديت او الجلاش دوت، مش هيبقى القطاعات دي هتضيق؟ لا خالص، بتبقى متماسكه تماما. طبعا من الحاجات الرائعه، شايفين كده ما رميناش حاجه خالص 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 اهو. وبعدين هنبتدي ناخد كده نفس القصه، ادي الحشوه بتاعتنا كله على الناشف، اعتقد ده هيبقى صغير هنا كده، اه ده هيبقى صغير. نبدا نحط ايه عشان انا جبت صينيه كبيره على طول. شايفين الجلاش بيحتفظ ازاي بالطراوه اللي فيه؟ غير كده ها ايه ده شيف محمود؟
ايه ده يا شيف محمود انت المره دي عملت ايه؟ خلاص مش محتاج بقى ان انا اسوي خلاص. يا ست ام ياسمين اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ست الكل، ازاي حضرتك؟ محمود ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. الله يخليكي ويبارك لي في عمرك، تسلمي. ربنا يكرمك. ايه اللوحات الفنيه اللي انت عاملها دي ما شاء الله؟ الله يخليكي، ده بعض ما عندكم طبعا. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي. حلو والله، ربنا يكرمك، الواحد بيدعيلك والله. كل حاجه حلوه بتبقى بوجودكم معايا طبعا. ربنا يخليك. تسلم. على كده بالرد امبارح طلعت جميل، عجبت الولاد. تسلم ايديك وعينيك، وتحيه لعم نبيل برضو اسكندريه ما شاء الله، شفت شغله. تسلم ايديك، كل حاجه حلوه بتعملوها ما شاء الله عليكم. ربنا يخليك يا شيخ محمود، ربنا يخليك لينا، الفضل ربنا في مال حضرتك. الله يخليك، الفضل لله، ربنا يجعلكم دايما. انا بضم صوت الكل اللي طلبوا ان الوقت يزيد عشان نقدر نستفاد من حضرتك. الله يخليك ان شاء الله. في تليفونات اوقات ما بنلحقش حتى نتكلم، بتبقى مشغوله ومفيش وقت. والوقت بيخلص بسرعه، فاحنا مش عارفين نستفاد من حضرتك برضو زي الاول. ان شاء الله ربنا كريم. كان ساعه ومستشويينها يعني، كانت شويه علينا. دلوقتي بقت نص ساعه. ربنا كريم وما توصلش ربع ساعه. عينينا ليكي، تحت امرك. المشكله كل ما بتطعميه زي الشعب المصري الغلبان يا عيني، كل ما مطالبنا تكتر كل ما ناخد من اللي كنا واخدينه قبل كده. عينيا ليكي، تحت امرك، سعادتك تامرك. كده احنا حطينا الجلاش بتاعنا ونبدا نشوف الدنيا فيها ايه. احنا ورانا ايه؟ لو عندي تقطيع زي عندي قطاع زي دي كده، شايفين القطاعة؟ قطاعة قلب، بس دي مش مهم. بالأول بنعمل إيه؟ بص كده يا ابتسام، أنا بعمل إيه؟ يا أستاذة ابتسام أهلا بحضرتك. أهلا بك يا شيف محمود، إزاي حضرتك؟ إزاي سعادتك أنت يا ست الكل؟ الحمد لله، يا سلام، تسلم إيدك. الله يسلم عمرك يا رب. يا بقلواتك، يا حلوياتك. الله يخليك، ده كله بفضل الله. آه طبعا، ربنا يديمها نعمة على حضرتك يا رب، وتسلم إيدك يا شيف. الله يخليك يا رب، تسلمين. حاجات جميله والله، تسلم ايديك. الله يحفظك ويبارك لي في عمرك. انت زي اللي ايه قاعد بيحنسنا، ماسك في ايده حاجه كده وعمال يحنسنا. لا ابدا، ويجري. سيبوا العنوان والحاجه توصل لغايه البيت. لا يا شيف، عشان انت ما بنلحقش نشبع منك على الهوا يا شيف. ربنا ما يحرمني من ذوقه ابدا. اه والله، يعني حضرتك كده بتحنسنا وتجري، يعني ايه انا اهو بس بتقوم جري من قدامنا على طول. لا قلبي دايما معاكم، ربنا على راسي. ويخلي قلبك كده يا رب، ودايما موجود يا رب قدامنا يا شيف. سلامين. والله ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. اطلب من حضرتك طلب بس بعيد عن الحلويات. سعادتك تأمري طبعا. الهريسه الحاميه اللي بتتباع بره زي الكاتشب، اه عايزه اعملها يا شيف. عيني عيني، حاضر. عينيك. يبقى الهريسه هنشرحها دلوقتي ان شاء الله. قلت لك على العيش السن وانت طنشتني. لا العيش السن انا وعدت سعادتك اني هعمله لك. حاضر، ربنا يخليك يا شيف. تحت امرك. ده الناشف اللي هو بيبقى ناشف كده. عيني. ماشي يا شيف، تسلم لنا، ربنا يخليك لينا يا شيف يا رب. الله يخليك يا رب. شكرا. مع الف سلامه. الله يسلمك. بصوا بقى انا عملت هنا حرف الزائد، ركزوا معايا كويس قوي. شايفين حرف الزائد هنا؟ هنبدا ناخد كده بقطعه قلب مثلا اهي. شايفين بنقطع كده اهو. قطعات دي موجوده دلوقتي، بجيبها سواء للناجتس، سواء ان انا بعمل بيها السيليزونات، سواء ان انا بعمل بيها سابليه، كل ده في ايدينا. عملت كده قطع اربع قطعات قلب، اظهرها للكاميرا اهي، انا عايز اظهرها اهي. تمام. وبعدين يا شيفنا بتيجي تعمل كده، القلب ده باخد منه على ثلاثه كده، ثلاث مراحل اهو، واهو نفس القصة اهو. خلصت القصة بتاعتنا، اديني يا سيدي السمنة بتاعتنا اهي، وهتظهر الرؤية بتاعتنا دلوقتي. ندوس كده على الجوانب وظهرت الرؤية بتاعتنا اهوت. نسيبها تشرب كويس قوي من السمنه، ما ندخلهاش الفرن. واضحه كده؟ الله ينور عليك انت.
يا ست ام حنان اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيخ محمود. ازاي سعادتك ست الكل تحت امرك؟ الحمد لله تمام. دايما يا رب. حضرتك يا شيخ محمود الحمد لله، بنشكر حضرتك اول الله على كل حاجه. الله يخليك يبارك لي في عمرك. تسلمي. بدون صوتي برضو لكل اللي بيقولوا نص ساعه مش مكفيه والله يا شيخ محمود. انا تحت امركم طبعا يا رب يخليك. يعني على ما بنقعد بس نقعد قدام التليفون مشغول بتبقى النص ساعه خلصت، ولا بنلحق نتفرج ولا بنلحق نتكلم. ربنا كريم ان شاء الله. يا رب يخليك. برضه حبيت اشكرك واقول لك احنا تعلمنا منك حاجات كتير قوي. الرز ابو لبن انا عملته كذا مره من ساعه ما بنتي نكحت، الكل بيحكي بيه والله يا شيخ محمود مش مصدق انا اللي عاملاه. ده من حلاوه ايدك بس. يا رب يخليك. قول انت بتشتري من بره. الله يخليك. ربنا يجعلك دايما في العالي يا رب. يا رب يخليك يا شيخ محمود. تسلمي. يا رب ويديك الصحه. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك والف مبروك لبنوتك طبعا. الله يبارك في حضرتك. تسلمي. ربي يخليك. شاكر قوي لسعادتك. تسلمي لي. سامعين ديت وانا بقطع كده؟ سامعين الصوت؟ الله يخليك يا حبيبي انت اللي جامد. يا سلام. هي دي المحل. وبعدين يا ست ام كريم وبعدين. ست ام كريم اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. تحت امرك. انا اول مره اتصل بالبرنامج. ده شرف ليا، حصل لي جزيل الشرف طبعا. بارك الله فيك. شكرا. انا كنت عايزه اعرف عجينه الكرواسون، يعني تعجن عجينه الكرواسون. حاضر. هي لازم طبعا تتعمل قصاد سعادتك، لكن عيني اللي سعادتك تأمري بيه. انا شفتها قبل كده بس ما اعرفش المقادير بتاعتها ايه. اقول لك على المقادير ولا ايه؟ بس كده يا سلام. فورا. ايوه فورا هقول لسعادتك. اولادي شافوها على التلفزيون وبيقولوا على طول اعمليها لنا. عيني اللي سعادتك تأمري بيه. فورا هشرحها لسعادتك. حاضر. هي والهريسه والعيش السين. شفتوا كده الدنيا عامله ايه هنا؟ شفتوا كده الصينيه اهي؟ دي كده المحنشه. يعني من هي ممكن اعملها لكم بالعجين، وممكن اعملها لكم بكذا صنف تاني، يعني بكذا عجينه تانيه، بس انا حبيت اعملها لكم بالصوره دي افضل واحسن. تمام يا استاذه هلا. استاذه هلا اهلا بحضرتك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ الله يخليك. تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. تسلمي. لو سمحت احنا كنا عاوزين نعرف البرنامج بينعد امتى، وكنت عاوز اسال حضرتك على نوع مكنه كويس. مكنه عجان؟ اه. طب خدي رقمي، لان انا العجان مش هقدر اقول على اسمه على الهوا، وانا ان شاء الله باذن الله هقول لسعادتك عن طريق الموبايل بتاعي، او تقدري سعادتك عن طريق الفيسبوك. دي نقطه. النقطه الثانيه بس هي دي. في كان في سؤال ثاني؟ عينيا ليكي. هنبتدي نشوف المحنشه اتعملت ازاي لسعادتك تأمري بيه طبعا. انا بحب اقطع البقلاوه. دي السمبوكسات طبعا حضراتكم اساتذه فيها، شايفين كده يا جماعه؟ ها احنا معانا طبعا استاذ عبد اللطيف واستاذ محمد القاضي والاستاذ اسلام، من الناس الرائعه اللي بتجيب ادق التفاصيل لا يقل قيمه عن اي مخرج اشتغلت معاه طبعا في اي قناه. لربما اكون انا كل مخرج بشكر فيه، لكن انا اشتغلت مع مخرجين عظام هم اللي بيحلوا شغلي طبعا. ها شفتوا الدنيا عامله ايه؟ مفيش داعي اقطع تاني عشان الحق اعمل المحنشه. وانا بعمل المحنشه كمان هوريكم الكرواسو، هقول على عجينه الكرواسو. بس عجينه الكرواسو اختنا الغاليه لازم انك تشوفيها، هتلاقيها على اليوتيوب طبعا، لكن انا هشرحها دلوقتي. المحنشه طبعا هنبتدي نشوفها. شروق وقدامنا دقيقتين، يعني يرد على الشروق. البحر امامكم والعدو خلفكم، يعني كده كده انا ميت. ما علينا. طب هوريكم حتى واحدة في المحنشة وأنا بكلم كده شروق، ولا يهمكم احنا ورانا إيه؟ وهنرد على شروق وهنشرح الكرواسو. يا أستاذة شروق أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا مدام شروق، مع حضرتك من مرسى مطروح. الله، ده على راسي من فوق، أحسن ناس بتوع مرسى مطروح. حضرتك يعني أي كلام يتقال لشخص حضرتك هو كلام صغير وما يوفقش حقك أبدا. الله يكرمك ويبارك لك. ولكن أحب أقول وأكد كل الكلام اللي اتقال لك، انت قيمه وقامه واضافه الله. متميزه جدا الله. لكل مشاهده عربيه بتشوفك من المحيط للخليج ابصرت بالله. عاوز ايه اكتر من كده في دنيتي كلها؟ حضرتك يعني يكفيك، وخدها مني نصيحه بصرف النظر عن اي وصفه وعن اي حاجه، احمد ربنا وخصص جزء من وقتك الحمد لله سبحانه وتعالى على النعمه اللي من عليك بيها، حب الناس لك.
دي احسن ثروه. انا مش هقول لك، انا مش هقول لك ان في وصفه من الوصفات ولتكن مثلا بسبوسه حضرتك، عفوا يعني، يعني كل القنوات الصحيه بتطلع مليون وصفه. جربت وصفتك وربالك، ده انا بقول لك وصفه من ضمن وصفات عديده، اقسمت بالله بتطلع علامه. عارف يعني ايه علامه؟ مش هتكلم ولا هقول اكتر من كده. تفصيتك للمعلومه وحبك واخلاصك هو دوت ورا سر نجاحك، وربنا يا ربي مزيد من التألق ومزيد من التطور ومزيد من الترقي دايما يا شيخ محمود. الله يخليك يا رب. الكلام دوت مش عايزه من حضرتك حاجه، ولا احنا لينا دعوه طويله جدا في المطبخ، امنا الله يرحمها واخواتي البنات ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولكن مع حضرتك احنا بنزداد رقي وتألق باستمرار. الله يكرمك يا رب. تسلمي لي على المداخله الرائعه ديت. حضرتك وضحتي حاجات كتير كان نفسي اقولها. هو ده بقيت رزقي. كتير كلمتني مدام سعاد امبارح من رحاب شيف محمود كذا وكذا وكذا، شكري يعني، انت برنامجك لازم يكون ساعتين. فقلت لها انا عندي واخد بقيت رزقي في حته تانية. اه والله العظيم بقيت رزقي انا واخده في حبكم، في اولادي، حب الناس. شهامتي وما بشكرش في نفسه ولا حد تاني، حب للناس، ان انا بحب اخدمهم بدون مقابل ولا عايز حاجه خالص. فهو ده بقيت رزقي، مش هاخد كل حاجه مع بعضها. خلاص بسرعه كده نشوف المحنشه. ادي ورقتين الجلاش، وخدوا بالكم لازم الجلاش يكون فريش. بنبدا نعمل حالا، بصوا كده اهو، عشان ايه هبتدي اختم طبعا. مدام ابتسام، طب بصوا يا جماعه ركزوا معايا عشان هبتدي اختم دلوقتي. ادي كده اول حاجه اهي، شايفين الدنيا عامله ايه؟ هشيل ايدي. هنعمل التانية ونكمل بيها الدايرة، هنعمل التالتة ونكمل بيها الدايرة زي هنا كده، وأكم 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 وأكم، وبعدين نقوم مدين آخر حاجة إيه؟ السمنة. تخش الفرن درجة حرارة 180، هتحمر وهتنفش. أصفي السمنة وأدي السيرب، أدي السيرب كمية كويسة وبعد كده أصفيه. كرواسون طبعا هشرحهولك مدام تزام، ما تزعليش. العيش السن هعملهولك إن شاء الله، ممكن تلاقيه على اليوتيوب، والهريسة. وانا بشكر حضراتكم جدا 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 النهارده، احنا شفنا ازاي نعمل الجلاش، واي حاجه هتطلع من ايديكم هتطلع حلوه جدا. اشكركم جدا جدا جدا، والقاكم ان شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم.